أكيد من مساحتنا الأولى راح نكون مع إنجاز سوري جديد تميز وقدر يحقق الفريق السوري للتايكواندو. طبعا تصدر الترتيب الثالث لتكون حصلت أبطال سوريا بالتايكواندو، 23 ميدالية منها 2 ذهبيات ضمن بطولة بيروت أوبن الدولية اللي عم تشهد مشاركة أكثر من 26 دولة من آسيا، أوروبا، إفريقيا وأمريكا اللاتينية. لنحكي أكثر عن هالإنجاز الرياضي السوري، بصيرنا طبعا يكون معنا الكابتن شريف خالد يركي رئيس اتحاد التايكواندو، وايضا ايا مبارك الفائزه بالميداليه الذهبيه ببطوله بيروت الدوليه. سعد صباحكم، ان صباح شاء الله الخير. الف مبروك. يا صباح رب. الخير، صباح الانجازات مثل العاده دائما. الحمد لله. رح نبلش مع كابتن ونحكي شوي عن تفاصيل، خلينا نقول بيروت اوبن الاخيره، كيف كانت وكيف كانت مشاركه سوريا؟ تمام. هلا بطولة بيروت أوبن هي من البطولات الدولية المصنفة من الاتحاد العالمي للتايكواندو وإحدى النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو. هي تصنيفها G1 عليها 10 نقاط. البطولات الدولية المصنفة تكون من الاتحاد العالمي للتايكواندو هي مفتوحة لكل القارات تشارك فيها، مثل ما حكينا شاركت آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ب 26 دولة، منهم دول كتير مهمة يعني باللعبة، والحمد لله قدرنا نحقق المركز الثالث بالبطولة. والترتيب العام طبعا 26 دولة بس اللي مشاركين 60 فريق، لأنه هي كمان أندية ومنتخبات وطنية، ونحن بسوريا شاركنا بالأندية، ارتقينا إنه نشارك بالأندية ليكون معنا عدد كبير من اللاعبين، وتميزنا واخترنا هدول اللاعبين على اساس انه يكون بطل جمهوريه، لاعب منتخب وطني، او حاصل على اكثر من ميداليه ببطوله الجمهوريه، حامل حزام الاسود. اخترناهم بانتقائيه كثير يعني مميزه للاعبين، والحمد لله قدرنا نحقق هذا الانجاز. تقريبا كان معنا شي 35 لاعب قدرنا نحقق فيهم 22 ميداليه او 23 ميداليه، يعتبر انجاز يعني بهدول طبعا اللاعبين. أكيد. يعني آية، أنا هلأ اطلعت على الشهادات، خلينا نقول أنت بنت حمص، أنت بنت حمص، يعني أول شيء بلشتي بالتفوق بمحافظتك، بعدين بأكثر من مهرجان، يعني عنا طبعا أكثر من مهرجان، منه جوردن الأردن، بطولة آسيا، هي أكيد بطولة بطولة آسيا الشهر آسيا، الماضي خلينا نشوفها حققت قبل ما آسيا فيه نسألك المركز عن بيروت الثالث أوبن. على آسيا. أكيد. وكمان في عنا عمان كمان بالبطولة، يعني كتير شهادات ومشاركات مهمة. خلينا نحكي أكثر عن مشاركتك، نحن وعم نشوف الصور ببيروت أوبن الدولية، كيف هيك كان التحضير لما أعلنوا النتيجة إنك فائزة بالذهبية، كيف كان الشعور؟ أول شي بلشت أحضر للبطولة، أنا 3 تمارين باليوم مع الكابتن تمام نقري حتى قدرت أوصل لهالميدالية. كتير أحتاج يعني إرادة وتصميم، حطيت هدف أني لازم أجيب ذهبية، لأنه قبل كنت جايبة ذهبية بالسنة الماضية نفس البطولة، وقلت لازم أجيب هاي تاني ذهبية بنفس البطولة. وكتير فرحت لما فزت ورفعت العلم، لأنه هاد فخر إلي قدام الدول التانية أني أرفع العلم. يعني أكيد. كابتن مثل ما حكت آية، في تدريبات مختلفة ومتعددة، خلينا نحكي شوي عن الفريق السوري، انتو حرصتوا على تشكيلته انه يكون من جميع الأعمار ايضا مشاركة، نحكي عن الفرق اللي تنافست معه ايضا. تماما نحن شاركنا ب4 فئات بالبطولة، اللي هي فئة الأشبال والشبلات، وفئة الناشئين والناشئات، وفئة الشباب والشابات، وفئة الرجال والسيدات. تنوعت الميداليات، طبعا هذا مجموع من الميداليات تنوع بين اللاعبين. عندنا فئة الأشبال عندنا اللاعبة نبال الدواليبي حققت ميدالية فضية، محمد البعلي ميدالية فضية، جنى الصيداوي ميدالية برونزية. بفئة الناشئين كمان عندنا عبد الرحمن الجرايحي كمان حقق ميدالية برونزية. هاي بفئة الأشبال، طبعا معظمهم هن لاعبين منتخب وطني كانوا مشاركين بأكثر من دورة قبل. بفئة الناشئين كمان كان عندنا ميداليات، منها فضية منها برونزية، كمان عدة لاعبين منهم عبد اللطيف، منهم شمس أحمد، منهم سلاف سعود، منهم يعني لاعبين منوعين كلياتهم. بلشنا الادوار التمهيديه، تقريبا معظم مبارياتها مع لبنان باعتبارها دوله مضيفه. عندنا نيبال فازت لبنان، فازت فنزويلا، ورجعت خسرت مع مصر بالمباراه النهائيه بفارق يعني كثير بسيط. بالاضافه لجنى كمان فازت لبنان، خسرت مع لبنان، يعني مبارياتنا منوعه. آيا فازت لبنان، فازت الاردن، وفازت على ايطاليا بالمباراه النهائيه.
عنا لاعبين تانيين كمان فازوا على مصر، فازوا على الأردن، فازوا مباريات منوعة يعني حسب البطولة. البطولة فيها دول من أوروبا، خلينا نقول مثلا بدول قوية مثل تركيا كانت مشاركة، اليونان، سويسرا، إسبانيا، بأمريكا اللاتينية كان البرازيل والفنزويلا، بالإضافة لأمريكا. من آسيا عندنا كازاخستان، أوزبكستان، الهند كانت مشاركة كمان، طاجكستان، الدول اللي كانت موجودة مهمة يعني كثير باللعبة. في عندنا مباراة نهائية خسرناها مع طاجكستان، يعني هو تعب وإرهاق صار على اللاعبين، يعني بيلعب 4 مباريات أو أحيانا في منهم لعب 5 مباريات لحتى حقق الميدالية تبعيته. فهذا كله دور كان بالتحضير. اللاعبين نحن حضرناهم بمحافظاتهم باعتبارها هي أندية وليست منتخب وطني، فالمنتخب الوطني بيكون معسكره مركزي. أكيد. الأندية حاولنا نعسكرهم بمحافظاتهم، كلفنا بكل محافظة مدرب، طبعا صاحب الخبرة الأكبر اللي عنده مشاركات أكثر. الكابتن تمام النقري كان بحمص، الكابتن باسم سلامة كمان كان موجود بحمص، معه كمان فريق ان اثنين كانوا بيجهزوا باللاعبين. باللادية كان عندنا الكابتن اسبر الياس، كمان عنده لاعب حقق ميدالية فضية سامي حسن بالبطولة. بريف دمشق كان معنا الكابتن سامر طعمي، بدمشق كان معنا الكابتن يوسف صياد، وكان معنا أكثر من مدرب، وكنت أنا مشرف على يعني بشكل عام على تحضيرات كل الفرق. اشراف عام. يعني آية لما حدا يقول تايكوندو بيقول انه بنت هيك ناعمة مثلك عم تلعب تايكوندو، كيف هيك بلشتي؟ هل هي هواية بالنسبة إليك ولا حابة انك تتميزي فيها وتكملي لبعدين؟ هلا هي لا مانا للبنات، مانا قصدي انه للصبيان، بس بالعكس انا بعتبرها سلاح البنات وقت يدافعوا عن نفسهم، وهي بدها ذكاء وسرعة كيف بديهة. وصلتي لهي المرحلة من الاحتراف خلينا نقول؟ على كثر المشاركات الخارجية وحتى الداخلية كمان صرت اكتسب خبرة، ووقت العب كثير مباريات ومع دول قوية اكتسب خبرة منها. تاخذي خبرة. يعني دائما التدريب هو جزء كثير مهم بالالعاب الرياضية عموما، والدعم كان دعم المدربين او دعم الاهل، ويعني والد آية معنا بالكواليس بدنا نقول له يعطيك العافية ومبروك لآية. خلينا نحكي شوي عن دعم الاهل، وخصوصا مثل ما عم نشوف الفرق عم تيجي من كل المحافظات عم تكون مشتركة معكم لحتى تمثل سوريا بمسابقات برا، وهذا طبعا بده مجهود كبير. يعني طبعا احنا متوجه للشكر اول شيء للاهالي، يعني لولا دعم الاهالي وثقتهم بالاتحاد وثقتهم بمنظمه الاتحاد الرياضي العام، ويعني اولادهم كلياتهم بهي الاعمار مسافرين معانا من عمر 9 سنين تقريبا للشباب اللي بعمر 20 25 سنه. فالاهالي اللي ما عندهم ثقه كبيره بالمدربين وبالاتحاد والمنظمه بشكل عام وانه يرفعوا علم سوريا وتشجيعهم لهي الانجازات، ما رح نقدر نعمل اي انجاز بهذا الموضوع. دور الاهالي كان كثير له كبير بهالدعم بهي البطوله، ان كان معنويا ولا ماديا ولا بكل المفاصل يعني تبع هي المشاركه. لقينا تقبل كثير كبير وقت فتحناها للانديه البطوله، حاولوا معظم اللاعبين او اكثر اللاعبين على المشاركه. الانديه دعمتهم، الاهالي دعموهم، الاتحاد وفر لهم كل متطلبات المشاركه من تسجيل، من سفر، من حجوزات فندقيه، من تثبيت مشاركة للاعبين. عدد كبير يعني نحن أول مرة يمكن بسوريا بالتايكوندو بنشارك بهذا العدد هيك بطولة. بالعادة بتعرف المنتخبات بتكون مقصورة على 10 لاعبين 5 لاعبين، العدد اللي بيكون محدد للأوزان المشاركة، وبيكون لاعب واحد بالوزن. أما بالبطولات مثل هاي الأوبن المفتوحة الكبيرة بيكفينك تشاركي بأكثر من لاعب بنفس الوزن، يعني حتى عنا بسوريا في عنا أكثر من لاعب بنفس الوزن، وهن نفسهم اللاعبين حققوا كمان لهم مراكز. حلو. يعني 2 بنفس الوزن مثلا عندنا نيبال دواليبي جانا صيداوي، 2 حققوا المركز الثاني والثالث. والحمد لله يعني كان انجاز كثير كبير وحصلنا على المركز الثالث، يعني كان اكثر من متوقع كان بالبطوله. الحمد لله. المهم دائما الثقه كمان بهالشباب يعني اللي عم تدربوهم كبيره لحتى وصلوا لهون. آية خلينا نحكي شوي عن الفرق اللي تحدد فيها، ان كان ببيروت اوبن او خلال مشاركاتك الدوليه، انه اكثر فريق هيك صعب كان عم تتحدي، واحكي لنا عن المراحل، يعني كل مرحله كيف كنت تحقق انجاز تطوري حالك لتنتقلي للمرحله اللي بعدها. أول شيء بلشت ببطولة طرطوس، بطولة جمهورية، أخذت المركز الأول بال 2014 2015، بعدين بطولة دمشق مركز أول،
وبطولة السويدة كمان مركز أول، بطولة الجمهورية. بعدين بلشت شارك ببطولات خارجية، أولها كانت بطولة الفجيرة بال2018، أخذت الميدالية الفضية. بعدين شاركت ببطولة بيروت أوبن بال2018، هاي الميدالية الذهبية. بعدين بال2019 بلشت ببطولة روسيا، بطولة الصداقة، أخذت الميدالية البرونزية. وبطولة الفجيرة بال2019 أخذت الميدالية البرونزية. بعدين أجت بطولة آسيا كمان أخذت الميدالية البرونزية. وآخر شيء هلأ بطولة بيروت أوبن بال2019 ميدالية ذهبية. برافو عليكي، يعني حصيلة مشرفة دائما لكل لاعبينا. ومثل ما ذكرت الأسماء اللاعبين، نبال كمان من اللاعبين اللي كانوا معنا بصباحنا غير أكثر من مرة خلال حصولها على كذا ميدالية. خلينا نحكي شوي عن الاستمرارية بالتدريب، قد ايه مهمة، وخصوصا يمكن في ببلشوا بأعمار مختلفة أو حتى نقول مهارات مختلفة، قدرات مختلفة. طبعا هو بالدور الاول بيرجع مثل ما حكينا للاهل وللاعب نفسه. اذا هو ما عنده التزام بالتدريبات وباوقات التدريب، المدرب موجود بكل الاوقات. نعم. يعني هو جاهز انه يعطي كل اللي عنده للاعبين. اذا اللاعب ما له ملتزم ما حيتطور. اللعبه بدها التزام، الدراسه ما بتعيق الرياضه بالنهايه. كلياتنا كنا ندرس، كلياتنا درسنا وتفوقنا، كلياتنا شهادات جامعيه، وان شاء الله هن بكره كمان كلياتهم بيتقدموا، وايا من المتفوقين بمدرسه المتفوقين بحمص، ومن الاوائل بمدرسه المتفوقين. فبيقول لك رياضه بتعيق الدراسه او هي، او هي حجه يعني بده يلاقي سبب يعني لحتى يبعد هيك شوي عن الجو. تحضيراتهم للاعبين، عندنا معظم لاعبين منتخبات اللي ملتزمين. نحن يعني بكل محافظه حاطين مدرب رئيسي بشان يشرف على لاعبين المنتخبات ويتابع معهم ان كانوا موجودين معه بالتمرين او كانوا بيتمرنوا بانديتهم الرسميه يعني اللي موجودين فيها. والحمد لله يعني ان اللاعبين معظمهم ملتزمين، معظمهم متابعين، حابين يعملوا شيء لسوريا. يعني هلا نحن انطلاقتنا بالميداليات الدوليه تعتبر بالاتحاد، خلينا نقول بدايه العام، بنهايه العام 2017 بلشنا ننطلق بالتايكواندو. المرحله السابقه كانت هي مرحله تحضير واعداد للاعبين الصغار، للاعبين الاشبال، نوسع القاعده، نعمل قاعده كبيره. بعدين انطلقنا شافوريا عاد لنحقق انجازات. بعد ما صرنا جاهزين، عم نعتمد على الجيل الصغير هلا نوعا ما اكثر من الكبار، مع انه الكبار بهي البطوله انجزوا الحمد لله، يعني حققوا 7 ميداليات، هذا باول انجاز يعني بفئه الرجال والسيدات انه نحقق هذا الكم من الميداليات. عندنا خالد صادقه حقق ميداليه برونزيه بهي البطولة، وعنا 6 صبايا هن اللي حققوا الميداليات البقية. ميدالية ذهبية للما خواندا، وبرونزي وفضية لنسرين ديركي، وفضية كانت لدليار حسين، وعنا برونزيات كانت لآلاء وليارا ولآية، كمان آية تانية عنا كمان بطلة آية الجرايحي. الحمد لله يعني كان إنجاز كثير كبير بهي البطولة، بهي المنافسة اللي كانت وبالكم اللي موجود. تقريبا البطولة كان فيها 600 لاعب ولاعبة، يعني ما كانت بطولة سهلة أبدا. ومستوى الفني بهي البطولة كان كتير عالي، يعني مشاركة دول قوية مثل ما حكينا، كمان احنا نسينا شوي أفريقيا اللي كانت مشاركة، مصر، مشاركة كوت ديفوار، مشاركة الكونغو، طبعا هي من الدول المصنفة يعني على مستوى العالم. حتى بالترتيب العام يعني وطلعت كوت ديفوار ورم منا، يعني حتى هن استغربوا يعني انه نحن طلعنا بعد سوريا، يعني انه يعني كثير صعبه كانت بالنسبه لهم. اكيد انجاز كثير. اي طبعا يعني الاردن اخذت الصداره طبعا بالترتيب، لاعبين اولمبيين، اسيويين، عالميين. يعني رياضه التايكوندو هي رياضه ثانيه تعتبر بالاردن وفيها اهتمام كثير كبير. وهلا بنتشرف المركز الثاني اخذته الدوله المضيفه، ما شاء الله مشاركين ب 200 لاعب بالبطوله 300 لاعب لحالهم. ان شاء الله المره الجايه نكون نحن بالمركز. الحمد لله ان شاء الله. اكيد. والشيء الحلو كثير انه هلا الصبايا عم يدخلوا ب خلينا نقول رياضات سيلف ديفنس تايكواندو يعني، وعم ياخذوا هيك مراكز متقدمه عم يبدعوا فيها. ايا شو طموحك انت بهذا المجال؟ شو حابه هيك؟ بطلة اولمبياد عالمي بال 2024 ان شاء الله. 24 محدد التاريخ طبعا. برافو عليك. هي اولمبياد 20 ما بحق لها تشارك، فانا بنحضرها لل 2024 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يتحقق كل هالطموح يعني. وعن جد هالانجازات كثير عندنا تحضيرات كبيره، كمان عندنا تحضيرات كبيره ان شاء الله للسنه الجايه. حيكون لنا اول مشاركه عربيه السنه القادمه بعد انقطاع 8 سنين. حلو.
حتكون بالإمارات لفئة الناشئين والشباب، حتكون هي أول مشاركة. بعدين بيجينا بعد منها مشاركة كأس الاتحاد الآسيوي بالأردن، بعدين عندنا بطولة آسيا بلبنان، بعدين عندنا تصفيات أولمبية بالصين، بعدين عندنا بطولة آسيا المفتوحة والأندية الآسيوية بإيران، بعدين تجي طبعا دورة الألعاب الأولمبية، وعم نسعى إن شاء الله يكون لنا دور يعني أو مشاركة بلاعب أو لاعبة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بال2020. أكيد يعني نحن بدنا نتشكر وجودكم معنا ونتمنى لكم التوفيق، بنتمنى لآية المزيد من الميداليات والجوائز أكيد وتمثيل سوريا، ودائما هيك رافعين راسنا فوق. شكرا كثير لكم. عفوا، شكرا الله يعطيكم العافية لوجودكم، وشكرا وإن شاء الله لاحترامكم. بالتوفيق لكم ولكل الكادر لكل رفقاتك كمان، ومبروك مرة ثانية لك آية.